معنا الان مدرب النادي الرياضي الجديد السيد حسن اوغني. السيد حسن اوغني تكلم تحدثنا على التعاقد ديالك مع فريق النادي الرياضي. وتعاقد لمده سنتين ان شاء الله، ونتمنى نكون في الخير على النادي. اليوم يعني النادي قادر نقول اجل التقديم ديالكم، تحدثنا على الخلاصه ديالنا. واول شيء تنشكر على السي عبد الوهاب رئيس الفريق، وكذلك المسير ولا الصحافه ولا جميع اللي حضروا هذا المكوان، يعني بينات على النضج الاحترافي. الحمد لله للاسئله اللي طرحها الاخ كانت في المستوى، وتبين العمق الاحترافي والنضج الاحترافي. كما تطرقنا جميع المسائل ديال العقد، ديال المسائل التقنيه، العقد لمده سنتين، الهدف هو تكوين الفريق والصعود وسيرته الاعتماد على ابناء المدينه من شبان الفريق واللاعبين اللي عندهم مجربين في الفريق. وان شاء الله من خلال المقابلات اللي جرينا مقابلتين تبين لنا بان كاين واحد 70% ان شاء الله من العناصر الرسميه اللي يمكن لها تزيد بالفريق هذا، ونحاول نطعموها ان شاء الله بعناصر اللي يمكن لها تعطي الاضافه ان شاء الله. سي حسن، انتم مدربين طموحين، واللي يعني العديد من المهتمين يعني تيتوقعوا لهم يعني مسار ناجح ان شاء الله. سي حسن، كسبتي ريال مع مولودية وجدة موسم قبل ما حق الصعود، اشتغلتي مع فوق نعطيك انا غير ديال تمارة، يعني لقيتي بعض الاكراهات خصوصا المادية، انت جاي الفريق يعني متقلب بالديون، خصك تجيب لاعبين، واش ما تشوفش بان الاكراه يكون عطرة حجر امام الريال ديالك؟ لا لا بالعكس، انا بحال اللي قلت لك راه من 1998 انا مدرب، يعني البدايه ديالي كانت في الهوات، كانت فئات صغرى، يعني عشت هذه المشاكل الماديه كثيره، سيرتو مع اتحاد تماره في الموسم الاول، لان كانت الميزانيه راه كانت غير 300 مليون اللي درنا العام كله. في هذيك السنه حققنا يعني في لالي كنا المرتبه الثانيه ونهينا المرتبه الخامسه، وصلنا ربع نهائي كاس العرش، فزنا باخر نسخه من دوري الشالنج. يعني بالنسبه لي انا مولف هذه المسائل، يعني وهذه التحدي ان شاء الله باش نفرح هذه المدينه ان شاء الله. رساله للجمهور قنيطره. والجمهور سيرتو حلاله بويز يجي يشجعوا الفريق، راه الفريق ديالهم، وانا ديما كنت معجب بهذا الجمهور المتعطش، وكان اكبر سند مادي ومعنوي، ونتمنى يجيو يشجعوا يوقفوا مع الفريق، لان بفضل ديالهم ان شاء الله يمكننا نرجعوا الفريق. شكرا سي حسن، نتمنى تكسب الريال وتحقق الصعود.